أهلا بكم يا أصدقائي، الآن سأستكشف المزرعة. هل تريدون أن تستكشفها معي؟ هيا بنا. ما أجمل المزرعة. مزرعة. 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 هل تسمعون هذا الصوت؟ يأتي من تحت غصن الشجرة. أريد أن أستكشف هذا الصوت. هيا نرفع غصن الشجرة. ماذا يوجد تحته؟ هذه دعسوقة. دو دو دعسوقة. دو دو دعسوقة. دعسوقة. ماذا ترون أيضا؟ هذه نملة. ن ن نملة. ن ن نملة. نملة. ما لونها؟ نعم، أسود. أسود. النملة قوية. انظروا كيف تحمل أشياء أكبر منها، وانظروا كيف تساعد صديقتها النملة الأخرى في حمل الطعام. آه، ما أجمل المساعدة. ماذا وقعت على الأرض؟ إنها دعسوقة. لا تقدر أن تمشي. سأساعدها. الحمد لله، نحن ساعدنا الدعسوقة. ماذا ترون؟ عنكبوت. ع ع عنكبوت. ع ع عنكبوت. عنكبوت. ما لون العنكبوت؟ نعم، أسود. هل تعرف قصة العنكبوت الذي يستمر في محاولة تسلق العمود؟ سأخبركم. عنكبوت صغير صعد العمود، هطل المطر ودفعه تحت، اشرقت الشمس وجففت الأرض، وعاد العنكبوت وصعد العمود. يأتي من النحلة. ن ن نحلة. ن ن نحلة. نحلة. إنها تطير إلى الزهرة. ماذا تفعل يا ترى؟ ما رأيكم أن نطير معها ونرى ماذا تفعل؟ هيا نعد سويا إلى الثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. واو، أنا صغيرة مثل النحلة، ولدي أجنحة مثل النحلة. هيا نطير معها. ما
أجمل الزهور، سبحان الله. هبطت النحلة على زهرة، ماذا تفعل؟ النحلة تشرب الرحيق من الزهرة، إنها تشرب من هنا و هنا و هنا أيضا. إلى أين تذهب الآن؟ ثم تعود إلى الخلية، تعيش وتعمل في الخلية. هيا ندخل الخلية. سبحان الله، نحن في داخل الخلية. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها للنحلة شراب، هالشراب عسل. النحلة تأخذ الرحيق من الزهرة وتعطي الرحيق إلى نحلة أخرى، ثم تحول الرحيق إلى عسل، والنحلة تحافظ عن العسل في الخلية. أنا أريد أن أذوق العسل، ولكن قبل ما أذوقه سأقول بسم الله. بسم الله. إنه لذيذ وحلو. شكرا لك أيتها النحلة، نحن تعلمنا على صناعة العسل. هيا بنا نخرج من الخلية. كان درس جميل عن صناعة العسل. أنا أعرف هذا الصوت، إنه حيوان يقفز. إنه أرنب. هيا نقفز مع الأرنب. نقفز إلى اليمين، نقفز إلى اليسار، نقفز إلى الأمام، نقفز إلى الخلف، نقفز إلى اليمين، نقفز إلى اليسار، نقفز إلى الأمام، نقفز إلى الخلف. أحسنتم. ما الذي يتحرك على تلك الورقة؟ إنها يرقة. ي ي يرقة. ي ي يرقة. يرقة. ما لونها؟ أخضر. أخضر مثل ورقة الشجرة. هل النملة خضراء؟ لا. هل العشب أخضر؟ نعم. تريد اليرقة أن تأكل ورقة الشجرة، إنها لا تزال جائعة. تأكل وتكبر، تأكل وتكبر، تأكل وتكبر، حتى تتحول إلى شرنقة وتتعلق على غصن الشجرة، وبعد فترة قصيرة تصبح فراشة. فراشة.
ف فراشة، ف ف فراشة، فراشة. لقد بدأت يرقة وأصبحت فراشة. هيا نرفرف كالفراشة. أحسنتم. ما هذه؟ إنها بذرة. ب ب بذرة، ب ب بذرة، بذرة. نزرع بذرة تحت التراب. ثم نسقيها ماء. وأيضا تحتاج الشمس. وتنمو نبتة على سطح الأرض. ماذا تعطينا النبتة؟ بطيخة. ب ب بطيخة، ب ب بطيخة، بطيخة. سأذوق البطيخة. طعمها لذيذ وحلو أيضا. من قال هذا؟ هل أنتم تريدون أن نقرأ قصة؟ هيا بنا. حان وقت القصة، حان وقت القصة، هيا بنا نقرأ، حان وقت القصة. هل تعرف قصة نورة والبطيخة؟ هيا نقرأها سويا. البطيخة، تأليف تغريد النجار، رسوم مايا فداوي. نورة بنت صغيرة تحب أكل البطيخ. في الصباح تأكل بطيخاً، عند الظهر تأكل بطيخاً، وفي المساء تأكل بطيخاً. في يوم من الأيام جلست نورة لتناول وجبة الغداء مع عائلتها. وضعت ماما ملوخية ودجاجا في صحن نورة، ولكن نورة هزت رأسها بشدة وقالت: أنا لا أحب الملوخية، أنا لا أحب الدجاجة، أريد البطيخة فقط. قال بابا: الدجاج مفيد يا نورة، والملوخية طعمها لذيذ. صاحت نورة: بطيخ، بطيخ، لا أريد إلا البطيخ. غضبت ماما وقالت بحزم: الملوخية أولا يا نورة، ثم البطيخ. ذات مساء دخلت نورة المطبخ ورأت بطيخة كبيرة على الطاولة. فكرت وقالت: ما أكبر هذه البطيخة، أريد أن آكلها كلها، كلها وحدي، كلها. حملت نورة البطيخة ووضعتها تحت سريرها حتى تأكلها بعد أن ينام الجميع. ونامت وهي تفكر بالبطيخة الكبيرة التي تحت السرير. في منتصف الليل شعرت نورة بسريرها يهتز. فتحت عينيها ووجدت أن البطيخة كبرت وكبرت وكبرت، وأن سريرها صار معلقاً قرب السقف.
البطيخة وهي تقول ما أسعدني ما أسعدني، كل هذه البطيخة لي وحدي. ذا دارت نورة حول البطيخة حتى وجدت بابا. فتحت نورة الباب ودخلت البطيخة ومشت في ممر طويل حتى وصلت إلى غرفة زهرية اللون، فيها كرسي وطاولة من بذر البطيخ. جلست نورة على الكرسي وهي تقول ما أسعدني ما أسعدني، كل هذه البطيخة لي وحدي. أكلت نورة الصحن الأول من البطيخ وقالت ما ألذ البطيخة، أريد المزيد أريد المزيد. فظهر صحن آخر أمامها فيه بطيخ. ظلت نورة تأكل وتأكل وتقول أريد المزيد أريد المزيد، وما كانت تنتهي من صحن حتى يظهر صحن آخر مكانه. فجأة توقفت نورة عن الأكل. ماذا حصل؟ شعرت أنها تكبر وتكبر، والبطيخة تصغر وتصغر. أمسكت نورة بطنها وصاحت آخ 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 يا بطني، لا أريد المزيد لا أريد المزيد. فتحت نورة عينيها ووجدت ماما بقربها تهزها وتقول ما بك يا نورة ما بك يا نورة. قالت نورة البطيخة الكبيرة تحت السرير أكلتها ثم أكلتني. أخرجت ماما البطيخة من تحت السرير وقالت من وضع البطيخة تحت السرير يا نورة؟ قالت نورة بخجل أنا آسفة يا ماما، أردت أن آكل البطيخة كلها وحدي، ولكن البطيخة كبرت وكبرت ثم صغرت ثم صغرت وصغرت. ابتسمت ماما وقالت عودي إلى النوم الآن يا نورة، وستنكلم عن البطيخة العجيبة غدا. تقلبت نورة في فراشها ونامت على فور. وفي صباح اليوم التالي أكلت نورة بيضة مقلية وزيتا وزعترا وشربت الحليب. النهاية. كانت تلك قصة جميلة. شكرا لكم يا أصدقائي على وقت جميل في المزرعة. سأراكم في المرة القادمة. مع السلامة يا أصدقائي.